سونا تيم، صباح الخيرات. ريفيو اليوم هيكون عن أمبول من أمبولات الذهب المفضلة كتير عندي، وهي من شركة برجامو لوكشوري كولد أمبول. هيدا راح فرجيكم اياه عن قريب حتى يكون واضح عنكم. حجمه 13 ملي، وبيجي في بوكس صغير بيكون فيه 4 أمبولات، 2 منهم دهب بس و2 دهب وكافيار. كمان بيجي منه حجم أكبر، بيكون البوكس تقريبا فيه 20 أمبول. رح أحط لكم الصور تبعهم، هاي الصور من الإنترنت. وكل أمبول بيكون الحجم تبعه 13 ملي. تاريخ الصلاحية تبعه من التاريخ المدون بأسفل الأمبول من تحت، وما إله تاريخ صلاحية من أول فتح. رح أحكيكم عن فوائد الأمبول. 1، بيحافظ على رطوبة البشرة. 2، بيعمل على إعادة الحيوية والنضارة للبشرة. 3، بيعطي البشرة مظهر مشرق وصحي. 4، بيحفز إنتاج الكولاجين بالبشرة. 5، بيرطب البشرة وبيعطيها ملمس ناعم ومرن. 6، بيحمي البشرة من علامات تقدم العمر. 7، بيعالج البشرة من الأضرار الناتجة عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية والدخان. هلا رح أخبركم المكونات الرئيسية لهذا الأمبول. الأمبول بيحتوي على زيت الخروع، جليسرين، كافيار، ألانتوين، الإيدنوزاين، خلاصة الجينسينج، هيالورونات الصوديوم والدهب. دي أغلب المكونات الرئيسية بهذا الأمبول. الأمبول خالي من البارابن والسلفات وكل المواد الضارة. كمان بصيت على اختبار الـ EWG وضح لي إنه كل مكون من مكوناته فيه معدل الأمان. وراح أحط لكم شوت سكرين من الاختبار. هلا صار وقت أخبركم عن رأيي مفصل عن هيدا الأمبول. أول شي راح أحكي عنه وهي الرائحة. بدي أقولكم إنه ريحته خفيفة وهادية، وأخف كتير من ريحة الأمبول تبع ميديبيل. هيدا ريحته هيك خفيفة ولطيفة كتير. بالنسبة لنقطة القوام، هو طبعا أنا للأسف مخلصة الأمبول، فما بعتقد رح يطلع منه شي، بس رح أحاول. بس هو مثل قوام تبع ميديبيل تقريبا. أغلب الأمبولات تبع الدهب نفس القوام، حتى تبع برجامو اللي كنت عملت لكم عنه ريفيو قبل كده حسيت إنه كله نفس الشي. خلوني أشرب. هيطلع شيء خلصان، هو للأسف خلصان. كان نفسي فرجيكم القوام، وكان نفسي فرجيكم كيف بيكون على سطح البشرة، بس لأنه عن جد من أكتر أمولات الذهب اللي حبيتها وأكتر من هدول، فقلت لا لازم أعملكم عنه ريفيو حتى لو كان خلصان. فسامحوني نقطة القوام ما رح أقدر أوضحها عليكم، بس هتكون مثل هيدا تبع الميديبيل. أنا كنت فرجيتكم القوام تبعه بالريفيو اللي فات. بالنسبة لنقطة سرعة الامتصاص، بدي أقولكم إنه كتير سريع الامتصاص. بمجرد ما تحطيه على البشرة وتعملي مساج هتلاقي البشرة امتصته كله. ودايما بركز على نقطة إنه أي أمبول تستخدمه بيكون فيه جزيئات، أو أي منتج عموما بيكون فيه جزيئات ذهب أو كبسولات أو أي هيك حبيبات، لازم يعني تضغطي شوية كده عشان تتحكمي في الجزيئات دي، وبعد كده تبدأي تعملي مساج بحيث ان انتي تحس ان هي تحت صوابعك، ولما تيجي تعملي مساج هتندمج بقلب السائل تبع الأمبول او تبع المنتج، فهتدوب بشكل اسرع. بالنسبة لنقطة اللمعة، انا ما حسيته انه بيترك لمعة على سطح البشرة، بس بيعطي هيك اشراق حلو. بالنسبة لنقطة الترطيب، حسيت انه ترطيبه لطيف،
بس طبعا ما فيك تعتمدي عليه لوحده، لازم تستخدمي بعده الكريم المرطب. بالنسبة لنقطة الإفرازات الدهنية، بدي أخبركم إني ما حسيت معه بأي زيادة في الإفرازات الدهنية، ويمكن مثل ما خبرتكم بالريفيو اللي فات إني بحس إني أغلب الأمبولز مش بتأثر في نقطة الإفرازات الدهنية كتير، وهذا شيء حلو فيها إن انتوا لو بشرتكم دهنية أو بشرتكم مختلطة مش راح تقلقوا إنه لو استخدمتوها ممكن تزود لكم في الإفرازات الدهنية، فهذا شيء حلو في الأمبولز وحبيته. بالنسبة لنقطة النضارة، حسيت معاه أنا والماما فرق كتير ملحوظ من أول استخدام، بالأخص على بشرة الماما حسيته هيك إنه أعطاها توهج من أول استخدام، يعني فيك تقولوا هيك توهج فوري. عن جد كان كتير حلو، حبيته كتير على بشرة الماما، الله يبارك لي في عمرها يا رب. بالنسبة لنقطة النعومة، حسيت معه انه ملمس بشرتي ناعم نعومة طبيعية، يعني ما حسيت معه اني زود في نعومة البشرة. بالنسبة لنقطة التجاعيد والخطوط الرفيعة، بدي اقولكم انه هذا الامبول 13 ملي اكيد مش من امبول واحد، راح تحسوا فرق كتير ملحوظ. مثل ما بقول دايما كل الريفيوهات تبعي انه لازم تستخدموا المنتج على لا اقل من 5 ل6 شهور حتى تلاحظوا بفرق ملحوظ في الخطوط التعبيرية، وطبعا هذا كمان بيرجع لمدى عمق الخطوط التعبيرية والمدى استجابة بشرتك للمنتج. في أشخاص بشرتهم بتستجيب بسرعة للمنتج، وفي أشخاص لا بياخد معهم وقت أطول، فما راح تعرفي هذا الشيء إلا لما تجربي. بس عامة الأمبول عن جد كتير حلو ويستاهل إنه أنتوا تجربوه، وممكن تطلبوا أمبول واحد، في سيلرز بيبيعوا أمبول واحد، مش لازم تشتري البوكس كله، اشتري واحد إذا حبيتي. فيكي تشتري البوكس اللي هو 4 أمبولات، أو لو حابة تجيبي البوكس الكبير اللي هو بيكون 20 أمبول مثل ما بدك. انا هذا الامبول كتير بحبه، يعتبر من امبولات الذهب اللي حسيت معها بمفعول سريع في استعادة النضارة والاشراق للبشرة، بالاخص لما استخدمته على بشرة الماما وشفت كيف اعطاها هيك نضارة من اول استخدام واعطاها بشرة مشرقة. عن جد كان كتير حلو، وكمان هيك انا وقعت بغرامه. فاذا كانت بشرتك فاقدة للنضارة والاشراق، انصحك ان انت تجربي هذا الامبول، لانه بيساعد على استعادة الاشراق والنضارة بشكل سريع. يعني هذا اول شيء راح تلاحظيه من استخدامك لهذا الامبول. الامبول مناسب لجميع انواع البشره، كمان الامبول حجمه صغير، هيكون سهل عليك ان انت تاخديه معك بالشنطه، او ممكن اذا انت مسافره سفريه صغيره قصيره فيك تاخديه معك، لانه يعتبر حجمه من احجام الترافل سايز، فما راح يشغل معك مساحه كبيره بالشنطه. انا حسيت ان بشرتي استجابت اكتر لهذا الامبول اكتر من هدول، اكتر من تبع ميتي بيل واكتر من تبع برجامو. هذا تبع برجامو، هذا بالذهب بس، هذا النوع بالذهب والكافيار. في انواع تانية منه، انتوا طبعا تختاروا النوع اللي انتوا حابين ان انتوا تجربوه او حاسين انه راح يفيد بشرتكم اكتر. فانا بالنسبة لي بشرتي حبت هذا الامبول الغني بالذهب والكافيار اكتر من هدول. مش معنى ذلك ان هدول وحشين، بس انتي مع استخدامك لمنتجات كتير راح تبداي تفهمي طبيعة بشرتك، وراح تبداي تفهمي ايه المواد اللي بتستفاد منها بشكل اسرع، وبتحسي مع فرق ملحوظ على البشرة تبعك. هذا كان ريفيو اليوم، ان شاء الله كان ريفيو اليوم مفيد لكم وحبيتوه. سامحوني لاني ما قدرتش اوضح لكم نقطة القوام ولا اني اجربه على بشرتي لانه خلصان. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تدعموني باللايك، اذا كنتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوا تسجلوا اشتراك بقلب القناة، تعملوا سبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا علامة الجرس علشان يوصلكم تنبيه اول ما انزل فيديو جديد. بحبكم، اتمنى لكم يوم سعيد، اشوفكم على خير، باي.